الشباب توفيق محمد فؤاد شباب احنا كلنا موافقين انا نهاب توفيق الفنان محمد فؤاد انطلقت توفيق امام حضراتكم هذا رمزان مسخر الفنان محمد فؤاد جدع المسيح يتلقى العزاء واجب العزاء وايضا الفنان مصطفى كامل امام حضراتكم الصوره يظهر ملامح الحزن على ممكن يا حضرات هو اصلا ممكن يا استاذ ممكن ورا يا استاذ مش عارف الوصي على الأغنية زي ما كان بيضحك نفسه بسفار حلم بكر اللي قال لحن أكثر من 1500 كبار نجوم الوسط الفني منهم أصالة وردة الجزائرية ليلى مراد وردة الجزائرية سميرة سعيد نجاة الصغيرة على الحجار أصالة مدحت صالح محمد الحلو محمد رشدي علياء تونسية وأيضا عزيزة جلال هذا كبير من النجوم لا مش هوسع طبعا عام صرادف الأعزاء نظرا لمحبة الفنان المصفر الراحل بني بكر ملامح الحزن بتظهر على الجميع فنان إيهاب توفيق وأيضا بجوار محمد فؤاد
كان الموسيقار الكبير حلمي بكر تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات، بدأها في يناير العام الماضي عندما أعلن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة فدخل على إسرها العناية المركزة، إذ كان يعاني وقتها من احتباس لمياه في الجسم ومشاكل في الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم بالإضافة لمشاكل القلب. نتكلم عن الموسيقار حلمي بكر. كانت بداياته الفنية خلال فترة انضمامه للقوات المسلحة المصرية عندما صادف المطربة وردة الجزائرية التي كانت تشارك في إحدى حفلات القوات المسلحة، ويومها أسمعها حلمي بكر بعضا من ألحانه فأعجبت بموهبته وأصرت على تقديمه إلى الموسيقار محمد الشنقي مدير الإذاعة المصرية. الفنانة وردة الجزائرية أثناء تقديمها لأحد الحفلات، هي من اكتشفت بكاء وتأثر كبار المطربين المصريين والعرب أمثال ليلى مراد، وردة الجزائرية، سميرة سعيد، نجاة الصغيرة، عادل حجار، أصالة، مدحت صالح، محمد الحلو، محمد الحلو، محمد رجي، علياء التونسية، وأيضا عزيزة جلال. كما تقدم الأفلام الموسيقية ما يقرب عن 120 فيلما سينمائيا، 48 مسرحية، بالإضافة إلى أوبريت حلم العربي الغنائي الذي جمع العديد من الفنانين في الوطن العربي، وصدر عام 1998، وكان يجسد حلم الشعب العربي فيه. بنتابع مع حضراتكم داخل صراط الحزان أسكار الراحة حلمي بكر المسجد الحمدية الشزيلة، هي إسهارة سعادة العديد من عدوم الفلك ودور العظيم. ما يعد بالأغاني التي حملت يلا روح اتفضل.